لقطات جاهزة يا شباب. عندنا اليوم المراسل برنامج كورة الزميل سليمان الزبيدي تواجد في المستشفى الذي يتواجد فيه الأستاذ جمال تونسي، وهذه هي الصور الأولى تخرج للأستاذ جمال تونسي في المستشفى. اللقطات موجودة الآن، الذي يرقد فيه الأستاذ جمال تونسي بعد يعني الحادثة الأخيرة والانفعال الكبير الذي تعرض له، وتواجد في العناية المركزة ومنع من الزيارة. هذه أول صور تخرج الآن للأستاذ جمال تونسي بحسب علم برنامج كورة. إذا في أحد وسيلة إعلامية طلعت الصور قبلنا نعتذر لهم، بس إحنا نزعم إنه هذه أول صور تخرج للأستاذ جمال تونسي في المستشفى، وهو الآن على السرير الأبيض، ممنوع الزيارة عن الرجل إلا من الأقارب أو خلينا نقول الناس المقربين جدا من الأستاذ جمال تونسي. دكتور جاسم، يعني منظر مزعج ومحزن صراحة اللي وصلوا جمال تونسي. والله شوف، أتمنى على الشفاء طبعا، ما في شك. إحنا أي رياضي بنكون طبعا قلبا وقالبا مع بالدعاء، وإن شاء الله يعني يرجع الحق لأصحابه إذا كان لهم حق، أعتقد أنهم من حقهم يطالبون فيه. وأعتقد الرئيس العام الأمير نواف بن فيصل لا يمكن أنه يعني يقف أمام أي نادي، لأن الأندية كلها 153 نادي هو الرئيس العام، فهو المرجع. فإذا كان فعلا في ظلم، من المفترض أن الواحد إذا صدر قرار من اتحاد كرة القدم ممكن التراجع عنه، إذا فعلا في خط رجع للتراجع. فأعتقد أن يعني وجود الوحدة في الدوري الممتاز أنا أعتقد أنه مهم جدا. وأتمنى للأستاذ جمال إن شاء الله الشفاء العاجل، وأتمنى إحنا ما يطلع لنا جمال ثاني بعد في نفس الظروف بسبب قرارات تكون قد يجوز فيها اجتهاد وتبنى على خبرة وما خبرة. إحنا بس قبل ما نروح للتقرير التالي نبغى نأكد على أمر. أنا مستغرب حقيقة أن إحنا طبعا كلنا ندعو أن الله سبحانه وتعالى يمن الشفاء للأستاذ جمال، لكن اللي أنا مستغربه إلى الآن كيف أنه أسرة تونسي خاصة شقيقه الأكبر علوي تونسي المفروض أنه كتب خطاب استقالة الرجل. يعني الرجل يجب أن لا يستمر في الرياضة أبدا. هذا أنا أناشد أسرة تونسي كاملة بأنها لا تسمح أبدا لجمال تونسي إن شاء الله في حالة شفائه بالعودة إلى هذا الوسط الرياضي، وهو أساسا فعلا مظلوم. نادي الوحدة مظلوم بسبب يعني مجرد يعني كلام شفهي قدمه الأخ عمر مهنا، أنه بناء على الخبرات والظنون التي لديه ها أدت إلى سقوط الوحدة وسحب من 3 نقاط. أتمنى له الشفاء العاجل، وأن يسارع أبناء تونسي في أنه الأستاذ جمال يستقيل من هذا الوسط الرياضي. طيب إحنا بس عشان للأمانة وللدقة، جاني خبر الآن أنه الصور اللي طلعناها قبل شوي الجمال تونسي مش أول برنامج يطلعها، فنعتذر لزميلنا بتال القوس في برنامج في المرمى لأنه طلع الصور البارح. جتني الآن رسالة أنه يتركي ترى في برنامج في المرمى طلع الصور قبلكم، فهذه صور خاصة ببرنامج كورة مش أول صور تطلع لأستاذ جمال تونسي. أتمنى له الشفاء العاجل.